السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ ايه الأخبار؟ معاكم محمود رؤوف. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي الـ Virtual Inf. ايه هي الـ Virtual Inf؟ أنت كواحد متعلم بايثون وداخل تتعلم جانجو بيقابلك المصطلح ده وبتحس إن هو غريب عليك شوية. الـ Virtual Inf هو بيئة عمل افتراضية بتمكنك إنك تستخدم المشروع بتاعك وتحافظ عليه. طيب ازاي؟ في البداية خالص كل مشروع انت بتعمله في الجانجو بيبقى ليه مجموعة من المكاتب، فالمكاتب دي بتتحدث باستمرار، بتتحدث من وقت للتاني. يعني انت مثلا عملت المشروع بتاعك السنة دي وحبيت تحدث عليه السنة اللي جاية، فبيكون المكاتب اللي انت استخدمتها تعمل لها ابديت، وفي مكاتب اتمسحت وفي مكاتب جديدة اضافت، فانت بتحب انك تحافظ على المكاتب بتاعتك عشان ما يديكش اي اخطاء، لان لو المكاتب اتحدثت وانت ما انتش عارف سطبت اصداراتي فدي بتكون كارثه بالنسبه لك. فاعملوا حاجه اسمها الفيرشوال انف عشان تحافظ لك على المشروع بتاعك. وبرده لما تيجي ترفع المشروع بتاعك مثلا على منصه هيروكو اللي هو ترفعه لايف، بيتطلب منك مجموعه المكاتب اللي انت سطبتها بنفس الاصدارات، لان ممكن تكون اصدار انت استخدمتها اتحدثت فكتابة الكود فيها مثلا اختلفت او اضاف فيها ميزات جديدة والميزات اللي انت كنت مستخدمها اتحذفت، فدي بيكون كارثة بالنسبة لك والمشروع منك بيكاد ينهار. فهم عملوا حاجة اسمها الـ Virtual Inf عشان يحافظ على كل المكاتب اللي انت استخدمتها. فلما بتيجي ترفع المشروع على منصة هيروكو او مثلا تيجي تستخدم المشروع مع شخص تاني، بيتطلب منك انك يكون عندك ملف اسمه requirements.txt. ملف requirements.txt بيكون موجود فيه كل المكتبات اللي انت استخدمتها وبيكون شكلها كده. انا مثلا استخدمت جانجو اصدار 2.2.7 او استخدمت مثلا جانجو فلتر 2.2.0 او استخدمت السواجر مثلا عشان استخدم الاي بي اي بالاصدار والتحديث ده. ملف requirements بيكون مطلوب جدا. لو انت مثلا جيت تشارك المشروع بتاعك على الجيت هاب بيكون مطلوب ان يكون في ملف requirements للاشخاص اللي هيشاركوا المشروع عشان يقدروا يسطبوا المكاتب ويعرفوا انت استخدمت مكاتب ايه بانهي اصدارات. ملف requirements او virtual inf بيديك امكانية عن طريق امرين، تقدر تضيف المكاتب بتاعتك جوه ملف requirements وتقدر تعمل انستول لكل المكاتب بتاعتك من ملف requirements. الفيرشوال انف انت بتستخدم فيه امر البيب فريز عشان تشوف انت سطبت مكاتب ايه وباصدارات ايه. فانا بقول له هنا البيب فريز وعلامه اكبر من وجوه ملف requirements.txt بيضيف كل المكاتب اللي انت استخدمتها تلقائي جوه ملف requirements. في كل مره بتسطب مكتبه بتعمل الامر ده بيضيف المكتبه دي اضافه الى المكاتب اللي موجوده جوه الملف. لو مثلا انت غيرت ويندوز وكل المكاتب اتمسحت من على الجهاز عندك، او جيت تدي المشروع لشخص تاني يشتغل معاك، او جيت تشاركه مع الاشخاص على الجيت هاب، فبيعملوا امر البيب انستول داش ار وبعدين ملف requirements، فبيكون فيه موجود فيه كل المكتبات، فالمكتبات دي بتتسطب تلقائي على الجهاز عنده. ودي صورة من المكتبات اللي هتكون موجودة في المشروع عندنا، ده جزء من ملف requirements المشروع اللي احنا هنعمله في الكورس بتاعنا ان شاء الله. ميزة تانية من مميزات الـ Virtual Inf ان هو بيديك امكانية انك تقدر تستخدم كذا Virtual Inf على نفس الجهاز. ازاي؟ في البداية انت لو عايز تعمل مثلا مشروعين في نفس الوقت، فالمشروع الاول هتستخدم فيه جانجو 2 والمشروع الاول هتستخدم مثلا فيه جانجو 3 او جانجو 1 ايا يكن، فبتستخدم اصدارة مختلفة من المكتبة اللي انت بتستخدمها، فبيديك امكانية انك تعمل كذا فيرتشوال انف عندك على الجهاز. فمثلا في المشروع الاول بتستخدم جانجو 1، المشروع التاني بتستخدم جانجو 3، المشروع التالت بتستخدم جانجو 2، ومثلا مكتبة البيلو اللي هي مسؤولة عن الصور بتستخدمها بكذا اصدارة مختلفة في كذا مشروع مختلف عن التاني. يبقى دي فايدة الفيرتشوال انف. يبقى دلوقتي لو اي معلومة سقطت منك في الفيرشوال انف مش مشكلة، في الدروس اللي جاية انت عندك الكونسبت بتاع الفيرشوال انف، بعد كده في الدروس الجاية ان شاء الله هتعرف يعني ايه فيرشوال انف لما تطبق عليه عملي. طيب تعالوا نتكلم عن النقطة التانية وهي البيب. طبعا انت بوجودك هنا مفيش حد مش عارف يعني ايه بيب. البيب هو ملف ادارة الحزم في بايثون، انت بتسطب منه كل الباكج اللي موجوده في بايثون او المكاتب عن طريق البيب. البيب هيلب بيديك امكانيه انك تشوف انت بتستخدم البيب ازاي. فممكن اقول له بيب انستول لو انا عايز اسطب اي باكج،
بيب داونلود لو انا عايز ادون باكج معينه من على النت، بيب ان انستول لو عايز امسح الباكج دي، بيب فريز وهي انك تشوف كل الباكجز اللي موجوده في ملف الريكويرمنتس بتاعتك، بيب ليست هو بيجيب لك لسته بكل الباكج المستطبه عندك، بيب تشو بيجيب لك المعلومات عن الباكج بتاعتك، وهكذا لحد بيب هيلب. يا رب يكون الفيرتشوال انف والبيب واضحين لكم، وان شاء الله نتقابل في الدرس الجاي. سلام عليكم.